شويه اروح اروح حبطه في هذا الليل. صحيت بمناسبة العيد الأضحى نحييكم وتشوفوا هذه الشبيبة اللي راها جات بادرت بالفكرة وختمتها جسدتها في الواقع، ماهيش فكرة تاع فيسبوك، مش فكرة تاع إدارة، فكرة تاع ميدان، والصورة راها شايفينها قدامكم. كاين ناس من مؤسسات بالك عاونونا كثر خيرهم ربي يحفظهم إن شاء الله، ولكن كانت المبادرة إن شاء الله ناجحة ومازالت إن شاء الله تنجح ثاني مع العلم أن المقبرة الخضراء كبيرة، يعني المساحة نتاعها كبيرة تقريبا 12 قطار. هي 12 قطار، ولهذا نشكر جميع من ساهم من بعيد او قريب، ولا ننسى الشعب اللي كان يعاون فينا، الناس اللي برا. احنا نشوفوا في الولايات يعني اللي تفهم روحها، والولايات اللي عندها يعني مسؤولين في الله، يعني الله يبارك ما شاء الله، دايرين مؤسسات لتسيير المقابر، دايرين مؤسسات يعني تعتني بهذا الجانب، على الاقل يعني نتفاداو بعض الامور المشبوهه اللي راه توقع في المقابر من سحور، من يعني من الكلاب الضاله. هذه المبادره يعني جاتنا الحمد لله وفضل الله مع عيد الاستقلال وعيد الاضحى ان شاء الله المبارك ان شاء الله، وزيد على هذا راه محبين لولايه الجلفه، احنا ما نستناوش حتى مبادره والله واحد يقول لنا، احنا وين نشوفوا الخير نتقدموا له، اما اللي يتبنى لنا ما نحتاجه.